أهلا بكم مشاهدي الكرام مع أولى محطاتنا، واللي من خلالها رح نتعرف إياكم وعرفكم على مجموعة من شبابنا الأردنيين اللي منعول عليهم الكثير في مختلف المواقع. فقرتنا لها صباح من خلالها رح نتعرف إياكم على مسابقة عربية على مستوى الجامعات العربية بتهدف لتحفيز طلبة الجامعات للخروج بمشاريع تخدم المجتمعات المحلية والحرية باختيارها المشاريع للطلاب أنفسهم. جامعة العلوم والتكنولوجيا وبالتحديد كلية الهندسة وقسم الهندسة النووية ومجموعة من طلاب الهندسة النووية شاركوا بهالمسابقة، وحبيت أعرفكم عليهم وأتعرف معاكم على مشروعهم وعلى المسابقة بشكل عام. أولا رح أبدأ بإيمان صمادي، هي سنة ثالثة في كلية الهندسة في الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا. أهلا وسهلا فيك إيمان، يعطيكم العافية. وبرحب كمان بعصام سلطان. عصام سنة ثانية في كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومعاذ أدبيسي سنة ثالثة أيضا بكلية الهندسة. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأنا مبسوطة بأنه إحنا دائما هيك نستفتح يومنا بإشي حلو زيكم. رح أبدأ مع عصام كونه قائد الفريق، مش هيك؟ خبرني عن الفريق، خبرني عن المسابقة، بدنا نفهم سادة المشاهدين هالمسابقة وكيف عرفتوا عنها، وبدي تخبرني أيضا عن مشروعكم بشكل عام. أوكي، بداية هاي المسابقة على مستوى الشرق الأوسط اسمها مسابقة أمواج فرح. هاي المسابقة تشترك فيها 50 جامعة، كل جامعة طلابها بيقدموا مشروع للتنمية المجتمعية ولخدمة المجتمع. بصراحة هاي المسابقة احنا طبعا بالفوز حبينا يكون مشروعنا شوي مميز، وادراك منا بأهمية هاي الفكرة اخترنا مشروع الطاقة النووية وسميناه مشروع النووي حل. هذا المشروع حاولنا انه نتمسك بفكرة الطاقة النووية لأهميتها، لانه ادركنا قديش في فجوة في فهم الطاقة النووية وقديش انها ممكن تأثر في الأردن، ولو نعمل مفاعل أردني راح ينقل الأردن من دولة مستوردة لدولة مصدرة. هذا الإشي الناس مش كلها بتعرفه، مش كلها مدركة هذا الإشي. فبصراحة إحنا حبينا يكون هذا هو موضوع مشروعنا، وهي المسابقة فيها منافسة جميلة. قديش يعني عمرها المسابقة؟ المسابقة تمتد لمدة 6 أسابيع. لا يعني قديش هي سنة أولى الثانية قديش إلها؟ هي السنة كأنه الثالثة. الثالثة كويسة. لا مسابقة ممتازة، يعني كانت أول شيء على 5 بلدان وامتدت صارت هلا 6 بلدان، وأتوقع أنها عم تكبر أكتر وأكتر يعني. بالشركات الراعية. مظبوط. كويس. طب بدي أسأل، هل أنت سنة ثالثة وهم سنة ثالثة، ليش حطوا قائد الفريق؟ أنا ثانية وهم ثالثة. بصراحة يعني مش تقصيرا منهم يعني. بس يمكن هم مشغولين أكتر شوي بالدراسة. يعني هم فاتوا تخصصهم أكتر فصاروا مشغولين أكتر يعني. لسه أفضل شوي يعني. معاذ أنت رح تخبرنا عن فكرة المشروع، لأنك أنت فكرت أو نووي حل كانت فكرتك أنت، مش هيك؟ خبرنا ليش اخترت، هل هو لأنه دراستك فرضت عليك ولا في عندك قناعات مختلفة؟ بالضبط. هسا يعني أنا لما كون تخصصنا وبندرس هاي المواضيع يعني من نواحي علمية وعلى أيدي دكاترة يعني مختصين بهاي المواضيع، صار عنا إدراك لبعض الحقائق بتتعلق بالطاقة النووية والمفاعلات النووية وهيك. بعض هاي الحقائق بتكون الناس بشكل عام أو المجتمع العام يعني بيكون ماخذ فكرة غلط عنها، يكون فاهم الأمور يعني حسب إشاعات معينة وإيش زي هيك وخلص ومقتنع في الأمور. يعني فكرة النووي بتخوف. هي والاسم بخوف. الاسم بخوف. يعني دائما نفترض إنه هو عدو أو هو إشي ضار مثلا. صحيح بالضبط. فيعني إحنا لما فتنا وصرنا ندرس هاي الأشياء ويعني ونعرف إنه الصح إنه هيك الصح، مش زي ما إحنا بنعرف أو كنا ماخدين فكرة زمان. فصار عنا يعني حب إنه نفهم الناس، نوصل لهم الفكرة بشكل يعني علمي بس مبسط شوي. على فكرة هذا كان تحدي يعني إنه إحنا شوي موضوعنا علمي وهيك يعني بدخل شوي بالعلم وهيك كتير، فإنه كان تحدي إنه كيف نوصل الطريقة أو الفكرة بأبسط طريقة ممكن يعني إنها توصل للناس. تعرف كلها أنا لما بشكل عام. عشان أنا أقابلكم إجيت قمت هيك طلت على النووي وما نووي. تعقدت. انشطار وانكسار وابصر ايش هذه كلمه الانشطار وثلاثه ابصر قديش يعني الفكره. حتى يمكن الهندسه والكهرباء، هندسه كهرباء وهندسه ميكانيك رح ما يستوعبوش كمان يمكن، رغم انه يعني بتشبهوا بعض او بتقربوا، بس في صعوبه بالغه في فهم فكره النووي. صحيح مزبوط. طيب هلا يعني انتم لما بتعملوا فكره المشروع بتطلعوا على ايش الجامعات الاخرى قدمت العربيه، ولا ما في مجال لانكم تشوفوا؟ احنا يعني بس من باب اطلاع يعني بنحب نشوف ايش بيقدموا الجامعات الثانيه، خصوصا يعني زملائنا بالاردن وهيك.
عشان نعرف شوي انه قديش التحدي يعني نرفع مستوى التحدي. في حدا مقدم نفس فكرتكم ولا لا؟ لا لا لا، احنا على فكره يعني قسم الهندسه النوويه الوحيد في جامعه العلوم والتكنولوجيا في الجامعات اللي قدمت في الاردن كلها. هلا انتم على مستوى الاردن بس على مستوى العرب ما في؟ لا برضو ما في. ما في كويس. طب يعني انا بحب من ايمان كونك سنه ثالثه صرتي هيك فايته بالموضوع وعايش الجو يعني النووي. هل انت اخترتي انك تدرسي هندسه نوويه ولا المعدل فرض عليكي مثلا او في معايير اخرى بتفرض على الواحد؟ هلا لا، انا معدل جبت بالتوجيهي 95.7. سجلت اول شيء بالتكنولوجيا، سجلت طب اسنان. فانا من زمان كنت حابه هندسه نوويه وهيك. من زمان من توجيهي كنت حابه هندسه نوويه، فبس طلع انه معدلي عالي وشيء زي هيك، فانه خلص طب ومعدلك عالي وهيك سجلت طب. بس حطيت بالتنافس الطلب، حطيت هندسه نوويه. اول ما طلع لي هندسه نوويه دغري حولت. سبحان الله. لنياتكم ترزقكم. بالضبط. عاد شوف لو انها صارت طبيبه اسنان وايمان حلوه هيك مثلا. صحيح. يلا على كل حال هندسه نوويه بتزبط كمان. طيب شو الهندسة النووية؟ يعني شو إحنا زي ما حكى معاذ، يمكن فكرة إنه إحنا مش واصلتنا، ودائما الواحد لما، وأنا بتذكر لما تم تأسيس أو بناء المفاعل القريب من التكنولوجيا بالجامعة بالتكنولوجيا، صار في حديث إنه بمرض ومسرطن، مش هيك؟ هذا مزبوط؟ لا. مع إنه هو مختبر تدريبي، مش مصنع يعني. لا مزبوط. تفضل إيمان. هلا المفاعل اللي عندنا في الجامعة هو مفاعل بحثي. هو طبعا لا يعني هاي كلها إشاعات، وزي ما حكى معاد إنه هاي كلها يعني الشعب عم بيرفض المفاعل النووي لأنه هو جاهل، يعني ما بيعرف إيش المفاعل الـ يعني كيف إنه هو في شيلدينج، في شو يعني شيلدينج؟ شيلدينج يعني في حماية بالضبط. من شيلد يعني. بالضبط. الشعب مثلا خايف من الإشاعات، التسرب، تسرب الإشاعات اللي ممكن تطلع وهيك. فهم يعني كل هذا بناء على جهل، مش عارفين انه احنا المفاعل رح يصير عنا. طبعا انت بتقصدي جهل بمعنى انه مش عارفين. لا مش عارفين. ما بنعرف، مش انه بالناحية لا السلبية. بالضبط. مش عارفين انه المفاعل رح يصير عنا يعني اعلى مستويات الامان رح تصير فيه، واكيد يعني هم حاسبين حساب هاي الشغلة انه في حيكون في شيلدينج، فما حيصير في تسرب اشاعات وهيك. في دروع يعني مدرع او مسلسل محمي. طب عايش مفهوم الهندسة النووية، عايش يعني عايش تقوم على ماذا تقوم مثلا إذا بدك تفسري لي إياها؟ يعني كعلم مثلا او كأنه بس مش تقولي لي انشطار وابصر ايش يعني هي مفهوم الهندسه النووي هلا انه توليد الكهرباء من الطاقه النوويه، مع انها طاقه نوويه كثير قليله، لما تنشطر بتعطي طاقه كهربائيه ممكن تضوي مدينه، مش هيك؟ بالضبط. وهي على هذا الاساس يعني بتقوم الهندسه النووي، انه توليد طاقه كهربائيه من يعني من مقدار. طيب مشروعكم وظفتوا هاي الخدمه للنووي بخدمة المجتمع؟ يعني بمعنى انه مشروعكم لما عملتوه النووي حل، قلتي لي انت لما حكيت معاكي انه هو حل من الحلول، بس مش هو يعني انتم ما بالضبط. هو احنا مشروعنا مش اسمه النووي الحل، هو اسمه نووي حل، يعني هو حل واحد من الحلول، من حلول اللي احنا ممكن نعالج فيها مشكلة الطاقة والكهرباء في الأردن. كيف يعني؟ كيف يعني ايش اللي ممكن تقنعي فيه اللجنه اللي بدها تشوف؟ اقنع في اللجنه انه احنا مثلا عندنا وفره يورانيوم مثلا، هذا وقود للمفاعل النووي مثلا، احنا متوافر عندنا في الاردن بكثره، انه مثلا 1 جرام من يورانيوم مثلا بينتج طاقه اللي بتنتجها مثلا 3000 طن من الفحم الحجري. فانه انه يعني هذا شيء كثير منيح. كويس. طيب عصام، هلا يعني المعايير المسابقة كانت بالنسبة لكم صعبة؟ انتوا عم تدرسوا هندسة، بنعرف قديش يعني وقت اللي بطالب اللي بدرس هندسة ما عندكش وقت تعمل تشترك بمسابقات وتشترك، يا دوبك انت تخلص محاضراتك ومختبراتك. مضبوط. طيب المعايير صعبة كانت وخلصتوا؟ انا بعرف انه انتوا دخلتوا متأخرين شوية ولحقتوا ما شاء الله عليكم. هو بصراحة كان في عدة تحديات واجهتنا في الموضوع. أولها الدراسة، بصراحة كان يعني في مشكلة في الدراسة بالتزامن مع المسابقة، لأن المسابقة بدها شغل وبدها وقت، كان بدها تفرغ لحتى نقدر نوفي كل متطلباتها ومعاييرها. معاييرها ما كانت صعبة جدا، بس بتتطلب وقت وبدها شغل وبدها تعب. مقارنة مع الجامعات الثانية والتنافس والتحدي الموجود القوي بين البلدان العربية والجامعات، فكان بصراحة المعيار لازم يكون عالي وعلى درجة عالية من الاحترافية. بصراحة كانت هذا أهم تحدي عندنا، اللي هو الوقت، وقديش احنا ممكن نعاني
موضوع التنسيق بين الدراسة والمشروع، بس الحمد لله احنا دخلنا متأخرين، بالرغم من هيك حاولنا نضغط حالنا زيادة ونحاول نضيع أشياء ثانية احنا ممكن تكون كحياة شخصية بيعتبروها قدرنا نحطها على جنب لهاي الفترة واحنا نلحق حالنا مع الجامعات التانية. بطلت تحط جل كتير كل يوم؟ مش كثير يعني، شوي خففنا شوي. قديش الفريق عددكم انتو ومعاذ؟ احنا تقريبا يعني 12 أو 15 شاب وصبية من مختلف التخصصات في جامعة العلوم والتكنولوجيا، يعني معنا صيدلة طب مختلف التخصصات. وكان الإشي الحلو في الموضوع إنه إحنا كطلاب يعني هندسة نووية قدرنا نوصل الفكرة لطلاب التخصصات الثانية وإنهم يقتنعوا فيها ويصيروا هم يشتغلوا فيها من قلبهم يعني. طب شو الحافز؟ حبوا الفكرة كتير. شو الحافز؟ الحافز لإيش بالضبط؟ يعني إنكم تشتغلوا بهيك مسابقة. شوف يعني كيف هو ممكن الحافز، هذا رح ياخذ وقت كثير منك يعني. صحيح. اخذ وقت كثير وجهد كثير، وانا كثير حكيت معك وكل مره تبعت لي انا بمحاضره وايمان تقول لي محاضره ما عرفت احكي، بالاخر احكي الساعه 9 بالليل معك. صحيح بالضبط. شوف الحافز يعني ممكن انا اذا بحكي عن حالي بحكي انه الفكره كثير شجعتني كونها من تخصصي، يعني انا كثير كنت يعني أحب إنه أوصل الفكرة الصح للمجتمع اللي أنا عايش فيه، إنه الفكرة اللي أنا بدرسها وبأخذها في المحاضرة كنت يعني كتير أحب إنه أطلع والكل يعرفها مش بس أنا، لأنها كتير يعني فكرة تكون ممتعة يعني وتكون مفهومة غلط، فأنت يعني دائما لما تكون فكرة مفهومة غلط بتحب تصححيها للناس طبعاً زي ما أنت طبعاً شايفتها صح. طبعا عرفتي على مستوى شخصي يعني هذا كان حافز إلي، ومش عارف يعني عن أعضاء الفريق. حلو التانية. حلو يعني هو الحافز دائما بيكون إنه في إيمان وفي قناعة بالفكرة اللي احنا بنشتغل عليها. بصراحة يعني انا بحكم اني انا متخصص غير الهندسة النووية، متخصص هندسة الميكانيك، كانت قناعتي انه احنا يعني في عندنا مشكلة بفهم الموضوع، انه احنا بس مفكرين انه الموضوع بس كناحية حربية وهيك، فكانت قناعتي انه عن جد احنا بحاجة لهي الطاقة لانه ممكن تنقلنا لعدة درجات بطريقة سريعة، انه بصراحة احنا يعني بنصير من اعداد الدول المتقدمة بس بمجرد بناء هذا المفاعل النووي. حسيت انه هاي درجة كثير مهمة ولازم احنا نحاول نوصل لهذا الاشي، وبصراحة يعني احنا بنطمح مش بس لاسم جامعتنا يرتفع، احنا باسم الاردن كلياتها. طبعا طبعا بصراحة هذا اشي كثير بهمنا. بالضبط حكينا بفكرة ان شاء الله يكون يعني. ايمان هلا المسابقة البحث تاعكم او المشروع راح كله للجهة المعنية، اكيد راح تكون هناك لجنة وتقرأ أو دوركم في التشبيك او كيف كان التشبيك مع اعضاء الفريق ومع العمل الجماعي بشكل عام؟ هلا احنا بالتيم يعني عملنا تقسيمات، قسمنا انه مثلا كل واحد على شغلة يعملها، فانه مثلا واحد يجيب مثلا متطوعين، نقسم ناس بالايفنت اللي عملناه بالمدينه الرياضيه، قسمنا عملنا كورنرز. هذا الكورنر كان يوم الجمعه بالضبط الجمعه الماضي. اجا كمان دكتور خالد طوقان ووزير الاعلام، فانه قسمنا كورنرز، عملنا كورنر مثلا يحكي عن ايجابيات الطاقه النوويه، كورنر يحكي عن كيف يتعمل مفاعل نووي. وكثير يعني شفنا استقبال من الناس، انه ناس جد جاي تفهم، اجوا ناس انه عن جد غيروا فكرتهم عن النووي، وانه كانوا يسالوا يعني وكانوا مهتمين بالموضوع، فانه لاقى يعني اعجاب كثير ناس وهيك الحمد لله. يمكن هاد زادكم ثقه ايمان في حالكم؟ اكيد زادنا ثقه وزادنا حافز، انه احنا صرنا يعني كمان حتى لو ما مثلا ما فزنا بالمسابقه او هيك بدنا كمان يعني حنعمل ايفنتس ثانيين في الجامعه. يعني حلو انا تقنعيني بطريقه علميه بس بالزبط. واحد يقول لي لا بس انت اذا بدك تبنى فكره لازم تكون مبنيه على اسس علميه، وانت لما بدك تقنع الاشخاص الاخرين باي فكره كانت صح. باي موضوع كان لازم يكون في اسس علميه. ليش المشاريع بتنجح؟ ليش الاهداف بتنجح؟ لما بتكون مبنيه على اسس علميه صحيحه وحقيقيه صح. مش هيك؟ كان على فكره رد فعل انه كثير عجبني يوم ما عملنا النشاط بالمدينه الرياضيه، انه الشعب يعني عامة الشعب اللي اجوا على الايفنتس وهيك عندهم باك جراوند، عندهم ثقافه، يعني احنا يعني كثير كنا معجبين بالموضوع، انه في فئه كثير كبيره كانت يعني بتقرا وبتفهم وبتحب انها يعني عندها خلفيه عن الموضوع اصلا جاي بتعرف دارس. بس يمكن انتم اكدتوا في معلومات اكدتوها زي ما اكدتوها اجي. صحيح. انا ناقشتكم بسلبا وايجابا ومع وضد وهيك، في اشياء اقنعتوني كثير فيها وصارت التوجهات إيجابية نحو النووي، بأنه فعلا ممكن يكون حل من الحلول الإيجابية. صحيح. بديل كطاقة بديلة. صحيح مش طاقة متجددة بس هي طاقة بديلة، وخصوصا طويلة المدى.
مظبوط. معدلك كويس إيمان في الجامعة؟ الحمد لله نوعا ما. يكفي إنكم شباب بتبيضوا الوجه على كل حال. أنا بدي أحملكم سلام وتحية احترام للفريق كله، وإن شاء الله بتفوزوا بالمسابقة ومرد نطلعكم على التلفزيون وأنتم ماخذين المسابقة. إيمان شكرا لحضرتك، عصام شكرا لحضرتك، ومعاذ شكرا لحضرتك، صباحكم طيب. صباحك.